اليوم قراءتنا هي من إنجيل يوحنا الإصحاح التاسع، وهذا الإصحاح التاسع هو مخصص لهذه الحادثة، وهي لقاء يسوع بالشاب الذي ولد أعمى. شيء مهم أنه لازم تعرفوه بيسوع، أنه دائما الحركة الروحية اللي إحنا محتاجيها اليوم هي رؤية النور. يسوع يقول في منتصف هذا النص، يقول ما دام أنا بالعالم فأكو نور بالعالم. بس إخوتي وأخواتي، بس أقول لكم شيء واحد مهم جدا، بأنه هذا النور هو لا يرى. هذا النور هو نور عميق، من تباوع عليه تدخل بالظلمة. نور يسوع ظلمة بالعالم، لأنه العالم ما يريد نور يسوع، يريد النور الطبيعي، النور اللي هو ينور المكان. بس يسوع ما ينور مكان، يسوع ينور كيان. ولهذا هواية ناس غلطت بأنه تشبه يسوع بنور الشمس. لا، يسوع هو أعظم من الشمس، ونوره ما ينحجب. ولهذا من يقول يسوع أنا نور العالم، هو إلنا كلنا، بس مو كل الناس تعرف شنو طعم النور. نور يسوع ينوكل، من تفتح حلقك تاخذ القربان. اذا ما عندك انت تلمس لنور يسوع، هذا القربان راح يكون مجرد شيء عادي، يعني ما راح يغيرك. فاليوم اخوتي واخواتي، من ندخل على انجيل يوحنا دائما نفهم شيء واحد، بان كل كاتب انجيل عنده فد علامه. مثل مرقس نشوف الطريق، يوحنا نشوف الرؤية. يوحنا هواية يركز على العين لما تشوف، لكن العيون المتفتحة ليست العيون الجسدية. العيون الجسدية تنظر أخوتي، ولكن عيون القلب هي التي ترى، وعيون الروح هي التي تتبصر. البصيرة ليست كالنظر، النظر أنه أنا أباوع عليك وأباوع على شكلك، أقعد أني أقيسك، عيونك حلوة، شعرك حلو، جسمك حلو، إش لابس إش ما لابس. إذا بقيت على هذا الصعيد فأنت حلال عليك النور الطبيعي، ولكن هذا لا يمس نور الله بصلة ولا يرتبط به. وإحنا ناس عايشين على النظر ولا نعيش على الرؤية. من اللي يعيش على الرؤية؟ هو الإنسان الأعمى عن العالم. شوفوا، أعمى عن العالم، وهذا هو اللي يريده يوحنا. وتشوفون أن يسوع دائما يقودنا لهذه الإمكانية. لما إجا توما يقول إذا ما طخ بي أنا ما أؤمن، قال لها عيون الجسد تشتغل، هاي العيون طوبى للي عندهم عيون القلب اللي ما يشوفوني وآمنوا. كل ما دخلت في الحب وتاريخ الحب، كل ما تجردت من حواسك الخارجية، كل ما بقيت على حاسة الخارج، كل ما صرت إنسان للأسف الشديد عرضة للشيطان. الحواس تدخل لنا كل شيء ما حلو، شبابيك ما تعرف السيطرة عليها. هو منو الإنسان الناضج؟ هو الإنسان الذي يقول عندي سيطرة على حواسي الخارجية وحواسي الداخلية. لكن هواية من عندنا تشوفون بالخفية حواس الخارجية تكون أعظم بهواية من حواس الداخلية. ولهذا إخوتي وأخواتي، إنجيل يوحنا وإنجيل الرؤية، إنجيل العيون المتفتحة التي تتفتح بلمسة من يسوع، بكلمة من يسوع، بأعمال الروح. وهذا الشيء اللي إحنا نحتاجه اليوم حتى نفهم هذا النص. هذا النص هو فقط، هو كامل صح التاسع، هذا يجي ترس للإنسان اللي يريد شنو؟
اللي يريد يتدرج في الرؤية. ولهذا أخوتي وأخواتي، المؤمن الحقيقي اللي يتصوف بالحب لازم ينطلق من النظر إلى الرؤية، من الرؤية إلى البصيرة. اليوم أنت إذا بقيت على صعيد النظر أنت خسرت حتى إيمانك. اليوم نقعد بالكنيسة العيون الخارجية تشتغل، أباوع على الناس عيونها ذبلانة، زين مو ماذا بشأن عيون القلب؟ إذا عيون الجسد مطفية بالمعنى ما تقدر تسيطر عليها، تباوع منا تباوع منا تباوع منا تباوع منا. إنسان مجدوه، إنسان ما عنده سيطرة على عيونه الخارجية، زين أريد أعرف عيون الإيمان العميقة. ولهذا أخوتي وأخواتي كثر عندنا التدين، عندنا هواية مسيحيين متدينين، عندنا قليل جدا جدا مسيحيين مؤمنين، لأن هذول المتدينين بالنظرة تشوفه قاعد يصلي مرة واحدة بالكنيسة بدأت تفحصها من فوق لي جوا، زين وين الإيمان مالتك؟ لما الكنيسة تعتمد على ناس عيونهم تنظر، كنيسة أرضيا راح تنتهي. لما ما تجون للكنيسة ولما تجون للكنيسة العفو وتبقون عيونكم مفتوحة معناها أبد ما تعرف تصلي. من واحد يجي يصلي يسوي كذب، كذب ده نكذب على نفسنا إذا إحنا ناس متدينين. مكروهة في عيني الرب ظاهرة التدين. الرب يريد مؤمنين مو متدينين. المتدينين هم مستنقع في الكنيسة، مستنقع، ولازم شنو؟ لازم كل مرة ننظف المي مالته، إذا بقى المي راح يجيب ذبان. واليوم المتدين هو الإنسان اللي تشوفه يجي للكنيسة وتشوفه يصلي ويقدس وقاعد بين الناس يحكي على العالم، أنت ايش سويت بالكنيسة؟ ولهذا هنا يسوع يخلي شنو حد يقول هاي أنت أعمى، لازم ألمسك، لازم أخلقك من جديد حتى أحول عينك من عين تنظر للسواد، تنظر للتقيحات، تنظر للأمور السامة بالعالم، إلى عيون تنظر إلى السماء، بأنه هو المكان الحقيقي إلي، المكان الحقيقي اللي بي راح أعيش الحياة الحقة. وهي الحياة الحقة أن تكون عندي عيون تنظر بابتهاج بكل لحظة من لحظات حياتك. اليوم كل لحظة لازم تكون فرحان بيها، مو فرح هذا مال هذول يرقصون خقة. الفرح الذي يكون ابتهاج نسيم الله العذب يطخ بعمقك وراح يخليك تنشد انشودة الكون. اكو لاهوت كبير اسمه تياخ دو شاغدان، هذا فرنسي، من راح سوى قداس تعرفون ايش سوى؟ ما عزم احد، ما قال لحد تعال، راح سوى مذبح فوق الجبل وخلى جسد الكاس والبيلاس واعتبر الكون كله هو هذا اللي حاضرين القداس. يمكن الاحجار، يمكن الاحجار راح تنطق اكثر مما تنطقون بالحب انتو. ولهذا هواية بينا قلوب متحجرة يجي ياخذ القربان ولا كأنه عنده اخوه زعلان وياه وعنده اخوه دا يحكي عليه وعنده اخوه مسوي له ما اعرف شو مسوي له بالخفية، باع هنا يجي ياخذ قربان وعادي، الحجارة احسن منك اذا ما تتحرك. يسوع يريد ليونة، يسوع يريد انفتاح. لما تاخذ القربان علم الناس اللي دا يضربون قربان، علمهم قول لهم اني من اخذ القربان تتغير حياتي. بس لما يجون هذول الناس ينتقدونه يقول لي روح شوف هذول جماعتك مو دا ياخذون قربان دا يزرعون، روح شوف هذول دا ياخذون قربان ايش قد ينافقون ايش قد يخربون بيوت. اذا هنا صار استنتاج قوي انه الانجيل في خاصه في هذا الاصحاح انه المولود اعمى من بطن امه وكل واحد هنا موجود واني واحد منه.
حين تبدأ بمرحلة الاهتداء خلي نفسك بمكان هذا الشخص. هذا الشخص فقد عيونه من بطن أمه. بس ديروا بالكم ترى هنا يوحنا كثير نفساني. الرحم أخوتي، الرحم هو المشكلة. الرحم قد يكون مريض وجاب أولاد مرضى، جاب أولاد ما يشوفون. اليوم رحمنا اللي هو مجتمعنا رحم مريض، ده يشجعنا على ظواهر كثيرة عجيبة غريبة، جاي يتزوجون ويتبنون جهال والزراعة الحشيشة وهلما جرن، كل هاي الظواهر ده تصير قدامنا يوم بعد يوم. صار أكلنا وخبزنا، هذا زرع ذاك زرع ذاك فتح له ما أعرف شنو وهلما جرن. هذا حكينا أخوتي، ما كل مسيح. تعرفون ليش؟ لأنه هو قالها يسوع، قال له أنا بالعالم أكون نور بالعالم، بس يا ويلك وسواد ليلك أنه تبعد يسوع عن مخطط حياتك فستصبح إنسان أعمى. ولهذا الرحم، الرحم أخوتي وأخواتي كان رحم مريض، جاب هذا الطفل المريض الذي لا يرى. وهذا تأكيدنا ليش؟ لأنه تعرفون كل زين الأب والأم، أب وأم هذا الولد تعرفون شو يسوون؟ شمروا ابنهم بالشارع، قالوا ما نقدر بعد نستحملك خلوه يروح يقدي. صار لصيق الشارع أخوتي وأخواتي. لاحظوا هنا الأب والأم عايشين، لو الأب والأم ميتين نقول يابا هذا اتيتم وماكو أحد يصرف عليه وصار مقدي. بس إنه أبوك وأمك موجودين وانت تقدي. فإذا اليوم وكأنه دليل كبير على إنه عائلتنا اليوم أكو بعض العوائل، ما أقول كل العوائل، ولكن الأب والأم بعد ما عندهم قابلية أن يربون ابنهم على معطيات الخلاص فشمروه بشارع الحياة، يقدي فلوس، يقدي شهرة، يقدي جنس، يقدي وهلما جرى. وده تشوفون أنتو الأب والأم، أقول وين ابنك؟ ما أعرف وين ابني، طالع شو كده يرجع؟ ما نعرف يبات يا ما يبات، يروح يم يروح عنده شقة وعنده صاحبة وعنده كرشي. إذن أليس مجتمعنا ومجتمع الشاب الأعمى؟ ديروا بالكم تفكرون بأنه العيون المفتوحة هي عيون ترى. قد إحنا عندنا عيون ونشوف بس ما نشوف أبعد من أنوفنا. ولهذا الشيطان علمنا أن نبقى على صعيد عيون الجسد فسنقع في الخطيئة عاجلا أم آجلا، لأن الشيطان يموت على قصيري النظر. دائما الإنجيل والكتاب المقدس يعلمك الرؤية الحقة. انظر هناك السماء. المزمور الثاني إخوتي وأخواتي يقول إن العالم كله دا يخطط والرب جالس على عرشه يضحك. الله دا يضحك علينا على مخططاتنا، ولا دا نفكر بأنه عندنا موت وعندنا لقاء بالله. زين ليش مو حياتنا دا تكون زين؟ لأنه عميان ما قمنا نباوع على السماء، لكن مفتحين على كلاوات هالعالم، مفتحين على أي شيء بيشنو فهلوة. بس ماذا بشأن السماء؟ لماذا لا ننظر السماء؟ لماذا لا نشرك السماء في معطيات حياتنا؟ مش ما عندنا مبادئ. ليش نجي الكنيسة ونقول إحنا قديسين ولما نطلع من الكنيسة نكون حالنا حال الناس العاديين اللي أصلا ما يحضرون الكنيسة؟ وين العلامة اللي تريد تنطيها يا أخي ويا أختي؟ فإذا لماذا نتكلم عن الشاب المولود من بطن أم أعمى إذا إنه إحنا كنا طلعنا ناس إحنا في رحم هذا المجتمع ده نعمة. ولهذا يسوع ماذا يفعل؟ تشوفون هنا شيء حلو إن يسوع يأتي وينظر. أكو هواية ناس بس يباوع على هذا الرجل الأعمى أو الشاب الأعمى. شوفوا النظرة، لما الإنسان عنده قدرة على المشاركة الوجدانية، يمن يجي واحد يمي حتى لو ما أعرفه بس أباوع على عيونه أحس بأنه عنده كتلة من الهم والكآبة. فأني شو سوي؟ أجي أشنتف أذاني عليه أقول له احكي، احكي اللي بقلبك. عندك مشكلة بعائلتك؟ عندك مشكلة ويا زوجتك؟ ما متفاهمين؟ ما متفاهمين ويا أولادك؟ احكي. يسوع قبل يجي طب ورأى. الله كلمة رأى، أموت على الكلمة في إنجيل يوحنا كل شيء. بعدين التلاميذ ويا يسوع نفس الحالة، هم بدأوا يباوعون العوق اللي بيه. إحنا الناس، مع احتراماتي كل احترام، إحنا ما نحب العوق.
احنا نحب انه اجسادنا كامله متكامله مرتبه. اذا نشوف واحد معوق نطبطب عليه ونعوفه. شوفوا مثل السامري الصالح قوي. مثل السامري الصالح يقول واحد انضرب ووقع بالقاع، اجى الكاهن واجى اللاوي. شوف هذول الاثنين متدينين 24 ساعه بالهيكل، شايفين روحهم فد شنو. احنا المتدينين، احنا الواصلين مرحله، احنا ويا الله 24 ساعه. شوفوا يسوع باش قد قوي، ما عنده شيء اسمه هذا كاهن هذا خادم، كله قلب قلب. الرؤيه التي تنبع من القلب. يقول مشوا شافوه مطروح بالقاع، باوع هيك الكاهن ومشى. شوفوا النظره، نظره الجسد معوق، انا ايش عندي بيه. اجى اللاوي نفس الحاله، شافه معوق واقع، ايش عندي بيه. باعوا نظره الجسد، نظره قبيحه، نظره لا تعرف الرحمه ولا الحب ولا الاعانه. ولو هو 24 ساعه دا يقرا لي الكتاب المقدس و24 ساعه دا يخدم الهيكل، زين ليش ما اشتغلت رحمه الله وقمت شلت هذا؟ مو هذا شغل الله؟ مو يقولها بالعهد القديم. يجي السامري الغريب عنده قلب هالكبراته مو طبيعي، لا ينتمي لي ولا لعشيرتي ولا لقرايبي ولا للماثة ولا للقضاء ولا للأمتع. سان غريب بس يعرف يحب، لأنه عنده عيون بالقلب متصوف بالحب، يدور على كل شغلة حتى يصيد الله، مو يصيد الفلوس، مو يترس تجوبه فلوس، يترس قلبه حب ويترس مكانه هناك فوق، يريد يشتغل على الملكوت. شوف هنا اجى عافل كرشي، اجى اخذ هذا الشخص من القاع ووداه للمستشفى او وداه للفندق. هذا هو الفرق بين عيون الجسد وعيون القلب. اخوتي لما تجون الكنيسه اشتغلوا على عيون القلب، ترى ما تسوى لا صلوات ولا كل شيء. كاهن ولاوي 24 ساعة صلاة حافظين كرشي بس ما يعرفون يرحمون. هذا غريب وما متعلم كرشي يعلمهم دروس بالخلاص. ولهذا شوفوا اللي يمشي ويا يسوع يباوع على عوق الآخرين. هناك ناس عميان وهم مفتحين، هناك ناس كئيبين وهم يضحكون قدام العالم. كل ما اقتربت من يسوع، كل ما حسيت بالآخر وهمومه حتى لو كان شنو مغطيها بستار أسود. ليش؟ لأنه من تتقرب من يسوع، يسوع يبدي يشغل بداخلك جهاز رادار استلام وبث، يجي يبث الإشارة. تعرفون الرادار شلون يشتغل؟ يبث إشارة تطخ بجسد الطائرة مثلا وترجع جايبة معلومات. هيك أنت لما تجي تقرأ كلمة الله، لما تاخذ قربان الله، هذا الجهاز يبدي يشتغل بداخلك. تقوم موت بس تفكر بنفسك وتلف حول نفسك على مود تلحق نفسك، انما راح تشوف بانه شلون اجى يسوع من اجل الحب وصعد على الصليب. انت همين راح تجي وتوزع بهذا الحب وايضا تبحث عن الحق. اخوتي واخواتي شوفوا هنا شلون يسوع شاف هذا الشخص الاعمى، شلون عرف انه هو اعمى من بطن امه؟ شلون عرفوا التلاميذ؟ ما نعرف، بس اللي نعرفه انه هنا تولدت اسئله، والسؤال الاعظم اللي تولد في داخل التلاميذ، يا يسوع يا معلم قل لنا، بس قل لنا هذا ليش اعمى؟ ليش؟ خطيئته؟ لو خطيئه ابوه وامه؟ كلنا احنا اي شيء يصير ندور على السبب، لكن يسوع ينقلنا من اطار اسباب الماضي. الماضي يحمل اسباب. يقوم يسوع يودينا وين؟ من السببيه الى البحث عن مقصد الله، من السبب الى الغرض. ما اقول شنو سبب العمى، اقول شنو غرض العمى. فكروا البيربس، not the reason، مو السبب ولكن الغرض. إذا قلت السبب راح أروح للماضي وأضيع بالماضي وأضيع بأسئلة وأجوبة الماضي. إذا قلت من أجل مقصد هو واحد، أنه حتى تظهر أعمال الله
هنا أنا راح أجي على فد نقطة جوهرية تخوف ومرعبة. سؤال هنا أنا، إذا قال يسوع هذا أعمى كي تظهر أعمال الله فيه، فإذا وفق تدبير الله الخلاصي هذا العمى الله سواب هالطفل. إحنا ما نقبل، إحنا ما نقبل أخوتي. أكو كثير كارزين يتجنبون هالشي، يقولون لا الله ما يسبب الألم، الله ما يسبب، أي مدللين إحنا. ما صارت شغلة الكورونا استغربت من شيء واحد، أكو وايا رجال دين وواعظين طلعوا إيش قالوا؟ قالوا حكاية عجيبة غريبة، يعني أنا مستغرب عليها. قالوا بأنه هذه الكورونا هي مو سببها الله. ليش؟ تعال بابا تعال حبيبي، انت شنو هالنايس بيرسون انت؟ وين العهد القديم؟ لا انتم ما فاهمين العهد القديم. الله ما يدز بلا، لا يدز. العهد القديم كذب شنو؟ لو اساطير مثل ما هسه المعاصرين يفنطون، ما اعرف من وين يجيبون كتاب مقدس. العهد القديم الله يدز بلا حتى يبين مجده. لما يقول يسوع هذا العمى هو اصلا دبرانوثا، تدبير الهي. لا تصيرون نايس وتسوون الله سو نايس. الله ما نعرفه، الله جل جلاله، الله قوي وعظيم وحبيب. لا تسووا بس يحبنا وما يأذينا، لا مرات الله ينطي دروس، والله مرات يعاقب، والله مرات يدز بلا من أجل أن يكشف واقعه ويكشف شنو أعمال الخلاصية. ولهذا أنا أقول إخوتي وأخواتي أنه قد يكون العمى هو سبب الله، ولكن كي بعدين يظهر أعمال الشفاء فيه. إحنا أدوات بيد الله، وتعلموها كل الزين. إذا اليوم يصير بيك كانسر بعيد الشر عنك، لا تجي تقول بأنه الله عاقبني ودمرني، لكن خلي أرد أشوفك من أجل كانسر عليك، وشون بديت تصلي وتصوم وبديت تعرف الله أكثر. الألم هنا هدية أخوتي وليس لعنة. واليوم إذا أجت الكورونا وضربتنا لأنه مشيئة الله بيها نوع من شنو إرسال شيء حتى ينبهنا، يخلينا نركز إحنا وين رايحين وين جايين. شوفوا لما جت الكورونا كلكم بديتوا تصلون، أبونا سوينا قداس يومية، أبونا نسوي صلوات. جوي شباب أبونا خلينا نقعد نسوي شعلون شموع هنا، وكلهم ها هللويا. وش واحد لازم بيد الله هللويا. شواف، خوافين، لازم تسوون هاي الصلاة بعد من ما يكون اكو كورونا. مو جيتوا هسه يلا نصلي كلنا شباب يلا بيد واحدة، بعدين خلص الكورونا تبخروا. شقد اكو فشل روحي خاصة بشبابنا، مع احتراماتي للناس الطيبين والأقوياء، بس أكو هواية شباب فشلوا، شواف، كله شواف، يخلون شموع وطقوا صورة ونزلوها بالفيسبوك. هاي العبادة، الله وكيلك، ماكو غيرها. طق الشمعة وخليها بالصورة، وانت قعد صلي هيك قدام الشمعة، بس تعال منا الله يخليك، بس طق الصورة حتى تبين شوية من وجهي. ام سوري، ترى كواي يروحون بالزلق بهالحكي، بس مو قصد، انا دا احكي بصوره عامه. ديروا بالكم من تصلون طقون صور، انا ما طقها، اذا جيت طقتوها لي انا اموت منها لسبب وحيد اخوتي، لانه تريدون او ما تريدون الصوره راح تعلمكم انه تكونون شنو، تكونون حلوين، اضحك حتى تطلع الصوره حلوه. اخوتي واخواتي، ترى شغل السماء غير شغلنا، احنا شغلنا كل دياخذ بعد الأنا.
أما الله حتى من يرسل لنا الصليب، الألم، كورونا، فيروسات أو غيرها، أو مرض أو عمى، فهو يريد أنه تنكشف من خلال أعمال الله أنه أنا موجود وأنا أشفيكم وأنا أستخدمكم، وأنا يمكن ما أشفيكم ولكن أنطيكم الصبر على مرضكم. تتذكرون في رسالة القديس بولس الثانية إلى أهل كورنثس إصحاح 12 يتوسل بولس 3 مرات من يسوع، يقول له عندي آني شوكة بالجسد، شوكة الجسد هي مرض، هي قباحة بالجسد. يقعد يصلي، شي يقول له يسوع يجاوبه؟ هذا القديس بولس يقول له تكفيك نعمتي. أوف أوف، تكفيك نعمتي يعني ما راح تنشفي، راح أنا أعطيك نعمة الصبر والرجاء. هواية ناس تصلي تقول أبونا صلينا بس ما انشفينا، ما يخالف اصبر. هذا اللي يقول القديس بولس، يقول القديس بولس إنه هذه الضيقات الوقتية تحمل إلنا ثقل مجد أبدي بالمستقبل. إني أحسب آلام الحاضر، شنية آلام الحاضر؟ شنو قدام المجد العتيد؟ باعوا هنا قديس بولس يباوع الحياة، يباوع أجسادنا، كل شيء موجود ملكنا هو إمكانية أنه الله يضربه، إمكانية أنه الله يفنيه، إمكانية أنه الله يمرضه، ولكن بالنهاية مو هي هاي الحياة اللي نريدها، إنما الحياة الحقة هي في سفر الرؤية الإصحاح 21 آية 3 من يقول حيث لا دمع ولا حزن. إحنا متشبثين بالحياة، بس ترى أخوتي وأخواتي ترى الحياة ما تسوى قدام حياة الله. يعني اليوم أنت ولد ابنك أعمى، ما يخالف، أنا راح أبقى وياه وأني راح أكون الراعي له، أني راح أنطيه النعمة وأني راح أعلمه كل شيء. وياما وياما أخوتي وناس قدروا يوصلون إلى أعلى المراحل هم عميان، مثل هيلين كيلر، أعظم أديبة بالعالم، لا تسمع ولا تحكي ولا تباوع. شوفوا هنا، شوفوا شغل الله. لما الإنسان يكون عنده إيمان بالله وإيمان بنفسه، مو مشكلة العمى يا أخوتي وأخواتي. لكن بالنهاية أنا أقول إنه صحتنا تروح فدوى الخاطر الله، حتى حياتنا. ولهذا مزمور 63 الآية 3 شو يقول؟ يقول إن حبك ورحمتك هي أعظم من الحياة. فأنت دير بالك، كاتل روحك على الحياة وتتونس، صحيح، بس شنو؟ الزمن واقف بالزاوية. بكل عيد ميلاد تسويه، كل عيد ميلاد تسويه باوع بالزاوية. هاي اليونان هيك يقولون بأساطيرهم، يقولون كل عيد ميلاد راح يوقف الإله، أكو إله اسمه كرونوس. كرونوس يعني وقت، شايل ساعة يباوع عليه. صحيح أنت فرحان ويا الناس، بس أنت رايح للموت، عبرت. فشوفوا جبران خليل جبران يقول حياتنا هي دمعة وابتسامة. ابتسامة تفرح ويا الناس، بس دمعة أنك تودع الحياة بكل لحظة. زين، غير أشتغل على حياتي، غير أشتغل على إمكانية انفتاح البصر عندي. ولهذا أخوتي وأخواتي شوفوا يسوع هنا دا يقول لنا بأنه إحنا كنا نشبه هذا شنو هذا المولود أعمى، أنه لي حد الآن ما مفتوح عيون الداخل. ولهذا إحنا عميان، هاش قد قداديس حاضرين، إش قد صلينا، بس لحد الآن مدى نوصل إلى نقطة القداسة. ولهذا بعدنا عميان، مجتمعنا أعمى، وكنيستنا مليانة ناس عميان، ناس يراوسون بالحياة وبالإيمان وكل شيء. شنو اللي يفيدهم يسووه؟ يروحون قداس بس يسوون شناعات الدنيا كلها. إحنا مجتمعنا يراد لثورة، إحنا مجتمعنا يراد لنهضة، يراد لمظاهرات. صدقوني يراد لمظاهرات. أمريكا
امريكا من يصير زلزال بالعالم باعوا، قامت شغلت الصندوق الدولي وراحت ساعدت هذولا. زين يا امريكا عندك 3000 طفل يجهض باليوم، اكو احنا بامريكا 3000 طفل ينشمر بالزبل، عندنا 130,000 طفل يجهض باليوم بالعالم. شوفوا خلق الله جدا ينشمر بالزبل، ومن يصير زلزال تطلع امريكا. زين ليش ما تشفين زلزالك يا امريكا؟ زلزالك اللي صدرتينا الحشيشة، قتلتي اولادنا، قتلتي اولادنا، دا تسوين دا تقولين God bless America، God bless، وين God bless؟ وين البلسنج دا ناخذه؟ ضاعوا جهالنا، حتى مدرسة ما قاموا يروحون، قاموا يقطعون يحشون. شاب بعمر الورد هالقد لابس مناظرة شمسية وآخر سيارة يمشي بالشوارع تندد ويندوز ما حد يشوفه، حياة كلها خفية وسخة، شبابنا توسخ، ويقول لك God bless أمريكا. على شنو يا أخي؟ على دمار اللي تسببوه لنا. ولهذا أخوتي إحنا صرنا عميان، مجتمع عمى. الكنيسة لازم توقف، لازم كل رجال الدين يوقفون، وحتى الكبار كلهم يقولون لا لا. مو بس الحشيش أخوتي، يعني ما دا أحكي بس على الحشيش، دا أحكي على الجنس، دا أحكي على الجي، دا أحكي على كل شيء. كل شيء دا يتسرب شوية شوية. ليش إحنا عميان؟ كل واحد همه على نفسه وما داير بال المجتمع. مجتمع رحمة مريض، الرحم مريض أخوتي. ولهذا إحنا نولد عميان. اليوم إحنا مدعوين إنه يسوع يجي يلمس عيوننا، يفتح عيوننا، نسوي ثورة. قول أني ما انخلقت للدنيا بلا سبب، أني الله خلقني السبب إنه أنهض بالمسيح قدام العالم كلها. مو أجي أخدم لو أجي مرة كأحد، لا، وإنما أجي أباوع. وين شغلي أني؟ وين الكتاب المقدس من حياتي؟ ولهذا أخوتي وأخواتي، مو العائلة هي بس، العائلة مهمة. أنت أبو أم، شوفوا إذا اشتغلتوا على ابنكم ما يكون أعمى، بس إذا الأب والأم عميان شلون؟ لما الفريسيين ضاجوا، جابوا الأب والأم دا يتأكدون من ابنهم من شفى لو لا، قالوا لهم من الشفى لابنكم؟ إيش قالوا؟ إحنا ما نعرف. شوفوا شلون أبو أم جبناء، إحنا ما نعرف من الشفاء، بس هو كبير، شوفوش كبراته، سلو، ليش دا تخلونا بالنص؟ باعوا شلون أب وأم تعساء، طبعاً ابنهم يطلع أعمى، خلوه بالشارع، خلوه عرضة للعالم، شارع الحياة، شارع القدية. شوفوا، وبالأخير همين يتبرون منه، وهو من شفاء. فإذا هنا أخوتي وأخواتي نوصل إلى شيء مهم، إنه في هذا النص يسوع يريدنا نبحث عن العلامات. العلامات شنية؟ العلامات مثل ستوب ساين، تجد يقول لك هاي 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 وين رايح؟ أوقف، ستوب. ستوب شنو يعني؟ يعني باوع، أنت ترى رايح يمكن بالطريق الغلط. ستوب ساين، باوع منا خاف تدعم أحد، خاف يصير أي شيء. هنا العلامات مهمة أخوتي. شلون يشفي هذا الولد؟ أول شيء أنطى جواب شفاء للتلاميذ، قالوا باعوا، لا تدورون على أسباب، لا أبو أم لا هو، وإنما أعمال الله تظهر. فإذا بالمعنى إنه هذا العمى هو تدبير إلهي، وهذا هو القصد الإلهي، حولنا من السببية إلى قصد الله. فإذا أنا مؤمن بشيء واحد، مؤمن بأن كل حياتي بيدي الله، والناس اللي أقابلهم هم شغل الله، والناس كل ما أنت اقتربت من الله تصير مغناطيس تجذب منه أولاد الله، كل ما كنت نص ونص الأولاد الله ما يتقربوا لك، فتصير مثل شيء يصحوا magnet of blessing، تصير مغناطيس بركة. كل ما تقربت من الله، كل ما سديت عينك، كل ما دخلت بالقلب تصير مغناطيس تجذب. لما أنت ما عندك تلاميذ، لما ما عندك ناس يسمعوك، لما ما عندك ناس يقولوا لك تعال أنت دوختنا بالله، تعال احكينا على الله، أنا أقول لك أنت فشلت بخدمتك، أنت فشلت ببيتك. شوفنا
علامات. واحدة من علامات شلون نصير مغناطيس البركة، تمغنط الناس اللي حولك. القداس مغناطيس، اكو هواية يقدسون شمد باب برونا طب وصلنا خلص. احسن قداس هذا مجتمع اعمى، مجتمع اطرش. اهم شيء كلمه الله. ولهذا سمعوا العلامات، العلامات مهمه. اجى يسوع شلون شفاء هذا الاعمى؟ اخذ تراب. اخوتي واخواتي بقى، هذا التراب شنو هو؟ هذا التراب احنا من صنعناه؟ من التراب. اخذ تراب، التراب هو رمز للضعف، رمز الحقارة. ليش؟ هسه أنت تدوس على نفسك، من تمشي على القاع تدوس على نفسك، على طبيعتك. ليش؟ لأن أنت طبيعتك ترابية. فقام يسوع سوى، أخذك انتشلك، باعه هنا كل شيء أكو بداخلك. التراب ينطق بالحقارة، ينطق بالضعف، ينطق بالشهوات، ينطق بكثير أمور. أخذ هو نفسه تفل بي، من تفل بي التراب صار كريم، حمل كرامة لأنه الله شاله، يسوع شاله، انطى من نفسه، انطى حميميته، الانتمسي مالته، سواه طين. نفسك أنت الطين، خلقت أنت من التراب، من الطين. قام يسوع نفس الحالة، بدأ يشتغل مثل أعمال أبوه بالخلق، خلاه على عينه، قال له بهذا التراب الوسخ راح يصير تراب مقدس، وإنت اللي إنت تراب نتن، وآني اللي مملوئين بالأنا والشهوات والحقارة. نفس هذا الطين إذا أخذ تفلة يسوع اللي هي حميمية يسوع، راح يتحول من طين يقتل إلى طين يشفي. فأنت رمز للشفاء، وأنت أداة شفاء للآخرين. هذه هي الشغلة، هذا هو التراب، أنت هالتراب. بس لما ينطيك النفس يسوع، أنت ما تصير بس تراب، أنت تصير ابن الله، أنت راح تصير أداة للشفاء. ولهذا يسوع سوى أنت هذا الشيء، سواه طين، خلاه على عينه، قال له روح اغتسل في بركة شيلوحة. شيلوحة بالعبري يعني المرسل، ويسوع وشيلوحة هو واحد. ولهذا هناك بشيلوحة راح تاخذ مي المسيح الشافي، نفس الحالة من كان عند البئر مع السامرية في الإصحاح الرابع من إنجيل يوحنا. قال لها هذا المي ده تاخذين منه ما يسوى فلس، راح تعطشين وراه، تعاي أنطج ماء الحياة بعد ما تعطشين. شوفوا أخوتي وأخواتي، هاي العلامات المهمة نبحث عنها. أول شيء ضعفنا، ترابيتنا مباوع عليه، إيش قد هو خاضع لله وإيش قد خاضع للشيطان. اثنين، هل هناك تفلة الله بحياتنا؟ هل هناك نفس الله بحياتنا؟ يوميا نقعد الصبح نلزم أولادنا وإحنا نبدي نصلي، يجي قبل الأكل نصلي، نمجد الله على صلباننا أكثر من ما على أفراحنا والأمور اللي جيدة والميزانية الصاعدة وغيرها. هنا أخوتي وأخواتي تنفتح العيون، من تنفتح العيون أنت راح تمجد الله. فكروا كل الزين بأنه نهايتنا هي فوق وليس هنا. الشيطان ده يلعب بينا طوبة، مجتمعنا خاضع للشيطان والأرواح الشريرة. أم سوري، روحوا احكوا علي، سووا فيديوهات علي إذا تريدون، كتبوا الرد على القصة ميم، شيء مضحك، شيء مضحك. ناس تشتهر براسي وناس تقعد تحكي وناس ما أعرف شو تسوي. يا أخي، أعمال الشيطان كثيرة، ويستخدم كثير من الناس اللي يحكون باسم الله حتى يضربونه. فيك وينها؟ فاكو شياطين بحلة أناس يعرفون بالكتاب. ميزوا
ميزوا، لأن كل شغلنا الروحي والتمييز. هل أي شيء نسوي هل بي المسيح لو بي الأنا مالتنا؟ راح أنتوا إذا نايمين راح تقولون أوه صحيح، بس إذا أنتوا صاحين راح تعرفون بأنك هواية أشخاص هم كذابين مشوهين للحقيقة ويسوون نفسهم قديسين. ديروا بالكم اليوم إحنا شغلنا مو على البشر، إحنا شغلنا على الله. إنه فكروا كل الزين بأنه الله عنده كثير من اللغات، وإحدى اللغات هي لغة شنو؟ لغة إرسال بلية مرض، بس الله يريدك إنه توصل مرحلة به. تذكروا كل الزين في سفر أيوب، في سفر أيوب تبهذل أيوب بهذلة مو طبيعية، فقد كرشي. جوي أصدقاء قعدوا وياه، قالوا له شوفوا هذول عود المعزين، قالوا له أيبا أيوب العدد تشقد إنسان خاطئ حتى الله يسوي بك هيك. هذه أفكارنا. أكو ماسير طلعت من الدير ما شافت نفسها بالدير، قبل أسهر الدعاء يعني يقول أنا هذا، يقول أنا بعد ما عندي دعوة أحس أنه أنا مدعو، إن كان قيس إن كان ماسير أنا مدعو أنه أكون عائلة. Why not؟ God bless you، God bless you، شكد حلو. إحنا نحب أنك تكون فرحان بكل شيء تسوي، والزواج هو نعمة من الله، والكهنوت نعمة من الله. ما قدرت أعيش بهالنعمة أعيش بهالنعمة. طلعت هاي الماسير تزوجت، جابت ولد معوق. إيش قالوا الناس؟ ها مو بلطلة من ديرة، ها دخيلة، هاي هاي وصل. السبب عرفناه. Thank you God. Revenge. Thank you على انتقامك من هاي المرة. أيبا إيش قد فاشل هالمجتمع، إيش قد عميان. أيبا إيش قد عميان أنتو إذا تقولون هيجي. شلون تفكرون إنه الله يجي طاق طاق؟ كيف ما صرتي ما سير طاق؟ مساكين أنتو ما فاهمي لله. يا تسووا بابا نويل بس يحقق طلباتكم، يا تسووا واحد عجوز فوق قاعد ويبوا عليكم يجي، وي واحد يسوي شيء تون تون. حرامات حرامات. أنا أقول يا رب راح أقدم صلاة اليوم، يا رب إحنا عميان، يا رب إحنا عميان، يا رب إحنا نعرف نصلي بس إحنا ما دنصلي لك، إحنا دنصلي بالهوى. اليوم هواية كنيستنا محتاجة إلى قديسين يحبون إلى أبعد الحدود، ولما يشوفون صلبان يقولون شكرا أفخارستو. إحنا فرحانين يا رب إنه أنت فكرت بينا وطيتنا صليب. شكرا على الكانسر، شكرا على الكورونا يا رب. أنا راح أقعد بهاي الكورونا حتى أعرف نفسي زين، وهواية ناس عرفوا نفسهم وهواية ناس انكشفوا، بس بالنهاية الشيء المهم أنه أبقى ثابت. أقول يومي يا رباني أعمى، يا رباني أعمى، وش يوم بعد يوم دا تنفتح عيون قلبي. هيجي راح نكون كنيسة مقدسة. الكنيسة أخوتي وأخواتي بس فكروا بها، لا تسمية لا رئاسة وغيرها، هذه كلها أمور أرضية. الكنيسة هي يسوع، هو اللي أسسها، ويسوع هو اللي يحفظها، ويسوع يحفظنا. بس أهم شيء نفتح عيوننا نقول يا رب مو بس خلي الطين على عيننا، خلي الطين على رأسنا، خليه على أذاننا، خليه على لساننا، على إيدنا ورجلينا، حتى شنو؟ حتى نعرف بأنه أنت مالك حياتنا، لأنه بس هو الشافي الأعظم وماكو أحد شافي غيره. ودير بالنا نضيع يسوع بزحمة وهوست العالم، لأنه ما عندنا غير يسوع، ويسوع ده ينتظرنا فوق، ويسوع محضر لنا المكان. بس ديروا بالكم هذا الجو اللي راح ندخله هو جو لا حزن لا كآبة لا موت، هو الجو في سفر الرؤية. يعني يجوز ننشفي بعد موتنا، يجوز عندنا هواية أمور بداخلنا ما راح تنشفي، راح يعطينا الصبر يسوع، لكن بالنهاية
راح نسمع كلام القديس بولس من يقول أبد لا تحكمون، شفتوا الدنيا مقلوبة، شفتوا بلاوي بالعالم كلها، لا تقولون الله ما موجود، لا تقولون بأنه الله ما دا يطخ، بس قولوا شيء واحد مثل ما يقول القديس بولس أنه كل شيء، شوفوا رومية 28 اقروه، يقول كل شيء يعمل من أجل خير اللي يحبون الله. الشر، المآسي، الآلام، أمور كثيرة أنتم ما تعرفون حكمة الله، أنتم بس تباعون لي خشمكم، ما نعرف كل شيء. ولهذا اليوم أخوتي وأخواتي ماكو أي تفسير نقدمه ونقول ليش العمى، بس نقول الغرض من العمى، لأنه إذا أي إنسان جبناه اليوم راح يعطينا 20 تفسير، هسه تفسير من هالكنيسة وتفسير من هالكنيسة ومن هالكاروز ومن هالوعظ. يسوع ما دخل نفسه بهالسالفة، انطشي حاسم واحد قال خلونا نشوف هذا العمى شنو مستقبله، شنو مستقبله. فلا تخاف من الموت، اكو ناس صغار يموتون اكو ناس كبار يموتون، بس فكروا شيء واحد بانه الله مرات، وخلوها ببالكم خلي نحكيها ولو نتحارش بحكمته، بانه الله بحكمته مرات يبقي الظالم لعمر طويل. ليش؟ لانه تدبيره هذا. وتذكروا انتم في الكتاب المقدس دز موسى قال حرر شعبي، وبنهايه الجمله ورا ما يخلص موسى يقول وقص الله قلب فرعون. إذن يا رب يا رب شلون انت تريد تطلع شعبك ومن هذا تقسي قلبه؟ بس حتى تعرفون هذه التقسيه سوت 10 ضربات، واخر ضربه هي الضربه الخلاصيه ام الدم على البيبان. فكروا كل الزين انه الله مرات ياخذ اللي يحبه، مرات خلي احنا نموت عن العالم بس خلي انا اعيش يم الله، خلي اموت هسه، اي وش اموت، اي وش الموت، يخافون يحجون كانسر، لا 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 ذاك المرض ذاك المرض، موت يا اخي موتي مو هسه يقولون هذا وده يحكي على قريف مثل ما حكي على الارمله، اكو ناس تكتب هاي. اخي اهم شيء الحياه فوق، ايش ما تشلب بالحياه الحياه راح تعوفك بالاخير، بس انا ايش راح اسوي مع الله؟ فيا هو الاحسن. بس اسالكم سؤال اخير، تبقى هنا لو تصعد فوق؟ بالتاكيد اصعد فوق، لانه فوق اعظم من هنا ب100 قاط. فاذا انا حين يموت الشخص اقول للناس لا تبكوا علي بل ابكوا على نفسكم، انتوا هنا، احنا اذا صعدنا فوق راح تكون الحياه مقدسه مبهجه نورانيه. فاخوتي واخواتي لا تعرفون حكمه الله، بل كت يحبك دز لك مرض، بل كت يحبك يريدك تموت وتتقرب من عنده، عنده شغل وياك فوق، يجوز ما نعرف حكمته اعظم من فكرنا، يجوز انت لانك شرير راح تبقى هوايه، لانه الله راح يخليك تتعذب بالارض. وتعرفون كل الزين هوايه ناس دا يموتون بخطاياهم يوم بعد يوم، اما الناس القريبين من الله فمنفتحين. شو وقت ما تاخذنا يا رب احنا شنو؟ احنا مستعدين. فخلي تنفتح عيوننا اليوم مثل الشاب وندور على الطين يسوع، من نلقي ذاك الوقت اني مؤمن بان هاي الكنيسه راح تنترس انبياء ونبيات. آمين.